اسماعيل. انا خالد هاشم. ها جات لي جوابات من بره؟ طب مش هاكد عليك يا اسماعيل، اول ما يجيني جوابات تتصل بيا في الحال في النمره السريه اللي اديتها لي. مع السلامه. بطلي انا وخدي روقي دمك. ها اصل بصراحه يا بابا انا رحت الشركه وسالت على خالد، لقيته لسه في اجازه وبيتصل كل يوم يسال على جوابات. حاولت اعرف منهم نمره التليفون اللي بيتكلم منها، قالوا لي ما نعرفش، وانا متاكده انهم عارفينها. طب وعاوزاني اعمل ايه؟ يعني لو حضرتك سالتهم اكيد هيقولوا لك. طبعا انت غيري. واتحشر واسالهم بصفتي ايه؟ بابا اصل يا بابا العيله دي ما عادتش غريبه عننا، ووجود خالد في البيت مهم قوي 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 بقى. وليه قوي 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 بقى؟